أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة على أهمية المرحلة المقبلة من العمل المشترك والنهوض بالاقتصاد الوطني إلى ما بعد مرحلة التعافي الاقتصادي وبمناسبة انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين أعرب الوزير عن تطلعاته لأطر التعاون المرتقبة مع مجلس الإدارة الجديد. هذا وأعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين نتائج انتخابات الدورة الثلاثين لمجلس إدارتها بفوز ثمانية عشر عضوا وسط إقبال كبير من قبل رجال الأعمال والشارع التجاري حيث جرت الانتخابات بكل سلاسة ويسر منعكس على قبول ورضا الشارع التجاري بسهولة للعملية الانتخابية